قولي يا أخ منسي، وش هي خطتك المستقبلية للأطفال المهمة؟ نبي ناخذهم عمره. الهيئة العامة للترفيه. يعني الحين هذا يعني يطلعون يشوفونا بالليش اسمه صحيح. إيه قلنا لك أنت معنا بث مباشر. ومجموعة MBC تقدمان. نصر الكاب القطار ينزلون. الله لا يهينهم، الأجانب ينزلون، السعوديين يجلسون. عيال البلد أولى. واخذ بال حضرتك. بص لي كذا نحن ظلنا ضخم يا جدع. يا رجل ما قلنا شيء، بس العيال كبرت وعاوزة تشتغل. أول عرض مباشرة بعد المسرح. يوم حفل مختصر. بابا في شنطة دروا عن الشراب اللي عندك. لازم نوفر. كلم قالنا لنا نطفي الكهرباء. طفينا الكهرباء. مسرحية بخصوص بعض الناس يعرض الآن على شاهد.